اليوم راح نرسم رسمة ميكانيكية اللي هي رسمة البيفل جير. شوفوا بعد ما كملنا رسمة 2 دايمنشن بهالصيغة هذه ظهر عندي أنا البيفل جير ك 2 دايمنشن، وهذا يعتبر الفرونت فيو له بأسنانه. زين، نحتاج نحوله إلى 3 دايمنشن عن طريق برنامج الأوتوكاد. فبعد ما رسمنا السن سوينا له الريب عدد الأسنان الموجودة عندي، بداية ك 3 دايمنشن أحول هذا الشكل إلى شريحة ريجن، فراح أختار أمر ريجن. يفضل تسلكه عن طريق ويندو. شوف بالأسفل ظهر عندي وني ريجن كرييتد. راح أستخدم أمر سويب بدل أمر إكسترود. أمر إكسترود رسمنا بيه السبورجر، الأمر سويب راح أرسم بيه البوفلجر. أمر سويب يحتاج من عندي طريق حتى تمشي عليه الشريحة اللي هي هاي الشريحة، وبما أنه أنا الشريحة اللي موجودة عندي ما عمودية، قصدي القاعدة مالها تختلف عن التوب كقطر، فيحتاج أوجد السكيل ما بين أكبر قطر وأصغر قطر، فخلي نهيئهم بالبداية. إذا راح أقيس أنا دايمنشن أكبر قطر موجود عندي اللي هو قطر الأسنان، وأصغر قطر موجود عندي اللي هو هذا القطر، ونستنتج من هالقطرين الموجودين السكال. فراح أقسم 110.8229 تقسيم 166.5561 يساوي، ظهر راح تظهر عندنا نتيجة، ناخذها كوبي ونقفل الحاسبة. اوكي، ارتفاع السويب اللي راح يطلبه من عندي هو هذا الارتفاع من هالنقطة إلى حد هالنقطة هاي. شوف هذا هو ارتفاع، خلينا نقول الاكسترود، هذا يمثل لي طول السن، طول السن المائل. هذا يمثل لي الرقم اللي راح يطلبه من عندي الأوتوكاد 25.5113. زين، راح أبدأ أشتغل. راح أغير الفيو مالتي، أرسم لاين بمقدار الإكسترود من السنتر إلى الأعلى بمقدار 25.5113. نرسم هذا اللاين، هذا هو اللاين، هذا يعتبر الباث. راح أستخدم أمر سويب، سيلكت أوبجكت، سألني بالأسفل، سيلكت أوبجكت تو سويب، أشر الشكلة بعد إنتر، كليك اليمين سكيل، راح أتوقف بالمنطقة هاي وأذكر له بيست. شوف هذا مقدار السكيل للتوب اللي موجود عندي. إنتر، رجع سألني حاليا سيلكت سويب باث، هذا هو الباث اللي موجود عندي. ننتظر شوية حتى يكمل أمر السويب. شوفوا حاليا ظهر عندي شبيه بالمخروط، بدأ الشكل يظهر عندي، بدأ شكل المخروط يظهر عندي. اوكي، نرجع للتوب فيو، خلينا ندور هذا الشكل حتى يكون عندي بهالصيغة هاي. فمن ندور هذا الشكل تحتاج تبدل الواي الى زد، فراح اختار الزد واحدد نقطتين بالشاشة. شوف صار عندي زد. روتيت لهذا الشكل أي نقطة بالشاشة وأكتب 90، دار الشكل بزاوية 90. زين، السنتر هذا الشكل حاليا يختلف عن سنتر هذا الشكل، قصدي كاتجاه كامتداد. لاحظ لو أدور هذا الشكل حاليا عندي، شوف وين سنتر هذا وين سنتر هذا، فيفضل أنت توحدهم. فراح أسوي موف من السنتر إلى نقطة الـ End Point مفرضا، وارجع كتوب فيو. لاحظوا حاليا صار عندي على امتداد الشكل اللي أنا راسمه. زين، شوفوا، خلينا نرجع على موضوع الحقيقي حتى يكون عندي بشكل أوضح. من هالنقطة
لحد التوب فيو اللي موجود عندي. شوفوا السن حاليا هذا السن حقيقي، هالمنطقة هي سن لكن ما ظهر عندي بالثري دايمنشن، فيحتاج استنتجه. شلون راح استنتجه؟ راح هذا الفيس يكبر عندي بمسافة معينة اللي هي إلى حد هالنقطة هاي، هذا الفيس يكبر إلى حد هالنقطة هاي، وبعد أقطع هذا الفيس اللي ظهر عندي الشكل بهالزاوية اللي موجودة، فأحصل امتداد لهذا السن. راح أسوي موف لهذا الشكل بمسافة معلومة تكون 150، هاي 150، وارجع أسوي اكسترود للفيس اللي أحتاج يستطيل عندي. هذا هو الاكسترود. الاكسترود ما يفيدني، راح استخدم الاوفسيت فيس، لان الاكسترود راح يمشي عدل. انا اريد اوفسيت فيس حتى يمشي باتجاه زاوية البيفر. اذا اوفسيت فيس، هذا هو الفيس اللي موجود عندي، انتر. ايش قد المسافة؟ هاي المسافة بعد ما اخترناها. اذا نرجع توب فيو، نختار اول مرة المسافة من هالنقطة اللي حد هالنقطة هاي، هاي هي المسافة 7.5654. ندور الفيو و offset face انتر. شوف بالاسفل سألني specify offset distance، راح اكتبها 7.5654 انتر. وننتظر ايضا حتى يكمل الاوتوكاد عمله. طبعا تعتمد فترة الانتظار على مواصفات اللابتوب او الحاسبة اللي انت تشتغل بيها. من تكمل راح نرجع نسوي توب فيو حتى يستعدل الشكل عندي، اشوفه كفيو توب فيو حاليا. شوف حاليا لو ارسم لاين من هالنقطة هاي، شوف صار عندي اعلى البيفل غير، لانه انا كبرته بمقدار هذا الرقم اللي موجود. راح اسوي كوبي لهالمنطقه اللي موجوده عندي، مسافه خلي تكون معلومه افضل، خلي تكون 250، نلغي الهاتش لاين. شوف راح اسوي 3 دايمنشن عشوائي بالوضعية هاي، نلغي الخط حتى لا يضايقنا. اكو بعض الخطوط اذا تشك بيها حتى لا تأخرك بالريجن، حاول تلغيها وترسمها من جديد. نشيك الريجن صار اوكي، صار عندي ريجن. روتيت، عفوا ريفولف، من هالنقطة لحد هالنقطة هاي 360 انتر. شوف حاليا لو ستوديو واير فريم، هاي هي القطعة اللي أنا أحتاجها حتى تقطع لي هالمنطقة هاي، أحتاج تقطعها. شوفوا هاي المنطقة، من هالمنطقة اللي سحبتوها لي هالمنطقة هي 150 وإلى النهاية 250. خلنا نرجعه حتى يكون عندي أفضل، نرجعه لل 250. شوف رجع على موقعه الحقيقي، هذا هو الثريدي. نرجع نجيبه لي هالمنطقة بمقدار 150، نشوف إيش راح يصير عندي. الاتجاه اكتب 150، شوفوا كتبت 150 حاليا. حاليا من راح اسوي طرح، هاي المنطقة عندي راح تلغي عندي، تلغى عندي ويظهر عندي هذا الخط المائل اللي هو هذا الخط المائل اللي موجود عندي بالتو دايمنشن. اذا راح اسوي ما اكثر من سبتراكت، طرح لي من هذا الشكل انتر، هذا الشكل الثري دي انتر. ننتظر فترة قليلة ما كثيرة، شوفوا اقتطعوا، صار عندي حاليا هذا الارتفاع متساوي بهذا الارتفاع. خلينا نشوفه كفيو منطير ظل، ندور الشكل. شوف شو صار عندي حاليا بفول جاب. نكمل الشكل، ما راح نطول، هذا اصعب شيء كان موجود عندي. حاليا اللي احتاجه هذا البروز اللي موجود عندي، سهل عملانه. وعندي هنا فراغ وهنا فراغ، ايضا سهل راح يكون عملانه. راح اسوي كوبي للفراغ، هذا هو الفراغ، راح امشيه
مسافة 250 أيضا، ما مشكلة. تريم، خلص من الزيادات اللي موجودة عندي، حتى أقدر أسوي 3D. أي زيادة موجودة عندك ما راح يتقبل يسويها ريجن. ريجن اوكي، ريجن ريفولف من هالنقطة لحد هالنقطة هاي، انتر. صار عندي حاليا هذا الشكل الأحمر هو الهول اللي راح يكون بهالمنطقة هاي. زين، بعد ايش عندي؟ عندي هاي المنطقة اللي موجودة تكملة هذا الشكل، لازم أحصلها. راح أسوي كوبي، شوف لي حد هالنقطة هاي، وهذا الفيلد أحتاجه. بعد أحتاج، المفروض كان عندي لاين، خلنا نلغي الشكل، نلغي السلكت. أحتاج هذا اللاين، ما عندي إياه. أوكي، إذا حاليا كوبي هذا اللاين، شوف هذا أحتاجه قبل شوية ما كان موجود. تقريبا كملنا البيفل جير. من هالنقطة هاي راح أمشيه بمقدار 100، شوف هذا الشكل. راح ألغي هذا الخط اللي أشك بيه إنه بمشكلة، ونسوي ريجن، شوف يصير ريجن. كسر عندي ريجن، راح أعمل له ريفولف، تدوير، حولها سنتر، انتر. شوف صار عندي حاليا، خلينا نلونه باي لون كان. شوف هذا تكملة لهذا، راح أسوي له موف بمقدار شقد. هنا كان عندي 150 وهنا 150، أتوقع 300 250 150 100 250 إذا 250. شوف التصق عندي، خلينا نتأكد إنه صار نفس السنتر. صحيح نفس السنتر، نرجع W. اللي باقي فقط الهول. شوف بالهول أنت يفضل هذا السرفيس تسوي أكبر شوية، فراح أسوي له اكستروت فيس حتى أضمن عملية النفاذ. راح أعطيه 5 مليم زيادة، ما عندي مشكلة، وكل الأحوال راح ينطرح عندي. نرجع للتوب فيو، ونرجع هذا نقدمه موف لحد البيفل جير من المقدار اللي قبل شوية كتبناها اللي هي 100. شوف دخل عندي وين؟ بالبيفل جير، هالمنطقة هاي دخل، وبهالمنطقة أيضا دخل عندي بالبيفل جير. راح أسوي حاليا سبتراكت، طرح، طرح لي من هذا الشكل وهذا الشكل، انتر، هذا الشكل، انتر. ننتظر شيء قليل، ندور الشكل، نشوف صار عندي نافذ. صحيح صار عندي نافذ، شوف صار عندي بيفل جير 3 دايمنشن، نفس ال 2 دايمنشن. بنفس القياسات اللي موجودة عندي، شوف هنا صار خطأ نتيجة الانطباق اللي موجود قبل قليل، ما كان سنتر مع سنتر. على كل هاي ما مشكلة، ممكن نعالجها. لو نرجع كتوب فيو، هذا الشكل حاليا طابقوا لهذا الشكل. ايش قد مسافة النقل نقلناه؟ راح نرجعه، مية وخمسين أتوقع كان. شوف انطبق، صار 100% عليه. لو نشوف 2D واير فريم، شوف نفسه 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 نفسه. ننتظر شوف 3D ويا 2D. فبهالطريقة هاي احنا نقدر نرسم البابل جير. شكرا لكم.